شوف صاحبك شيل راسك ايه. طبعا المدارس الكروية شيء جيد، خاصة يضمها هؤلاء البراعم والأشبال والناشئين في فترة العطلة، لأن حتى تنمي مواهبهم. اليوم وأمس لاحظنا أن هناك عدة لاعبين من هذه المواهب موجودة في هذه الفرق، اللي الآن شاهدنا أكثر من 5 لاعبين أو 6 لاعبين تحس بهم أنهم موهوبين بالفطرة، بكرة القدم بالفطرة. نتمنى من الأندية الرياضية المفروض تكون مدرب الأندية يستفادون من هذه التجربة، وأقل شيء على أقل شيء أنه تشكيل فرق من هذه اللاعبين للمستقبل على مدى 5 سنوات راح تكون فريق خط أول يضم هؤلاء اللاعبين الموهوبين. بعد افتتاح أكاديمية ساوة والإقبال من لاعبين المحافظة، خصوصا فئتي البراعم والأشبال، قمنا بطولتين. البطولة تسبق المعسكر التدريبي في سليمانية، وبعد العودة من المعسكر السليمانية قمنا البطولة الثانية. البطولة ضمت 3 فئات: البراعم والأشبال والناشئين. هذه البطولة بالتعاون مع المدرسة الدنماركية CCBA. اسمين البطولة فعاليات، ليست فقط بطولة، فعاليات ومهرجان ساوا كوب. يعني فرق قسمنا كل فئة إلى مجموعة من الفرق، وتأهل من كل فئة فريقين للنهائي. يوم أمس قمنا بطولة للناشئين، واليوم قمنا فئتي البراعم والأشبال. جرت البطولة أكثر من 16 فريق، إنه هاي الغاية من هاي البطولة، نخرج المواهب ونسلط الضوء عليهم. ونشكر الأخوة اللي هم الداعمين والإعلاميين، وحقيقة شكر خاص لكم، دائما أنتم متواجدين. ونحاول نطلع أكثر من لاعب ونسلط عليه الضوء ونتعرف عليه، نظل نراقبة. هو الغاية من عند المنهج التدريبي بهاي الأعمار إنه نكشف المواهب. الآن إحنا عندنا تقريبا أكثر من 10 لاعبين الآن بهم مستقبل صراحة، ومراقبينهم. المنهج التدريبي يعني تعلم أساس كرة القدم، الاستلام والتسليم والحركة وما شابه من ذلك. هي تعرف بطولة داخلية بالتعاون مع المدرسة الدنماركية مع CCBA، فصار تعاون وياهم زين. وهاي البطولة يعني تعرف ب 16 فريق بها، بها مجموعة من فئة الشباب والأشبال والبراعم، أي واتخذت بها 200 إلى 250 لاعب. ركزنا أول شيء العامل التربوي، وبعدين العامل المهاري، وتعرف المهاري والبدني، واغلب تعرف اغلب اللاعب اساسيات ما عنده، تعرف اغلبهم يعني اساسيات، علمناه من الصفر، بدينا وياه اكتشفنا مواهب، اغلبها مواهب يعني هذا تعرف انت، هو هذا طفل لازم تحتضنه، لازم تجيبه، يعني اغلبها تلقاها بالشارع او عن المقاهي، عن الشغلات المزين، عن التدخين. فاحنا اكتسبناه، ركزنا رياضي وتربوي ان شاء الله. حيدر عباس وعلي الدكتور زين وهامي.